الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر عنه واحدة من لطائفه إنه يوم من الأيام بيعرف واحد من المشايخ هو من أهل العلم وهو سني ما هو صوفي ولا مبتدع لكن ذلك الرجل يقول عنده رأي في مسألة الحلف بالكعبة بيقول والكعبة بيحلف بالكعبة ذاته كويس فالشيخ محمد الوهاب جلس في المجلس حقه وقام قال له يا شيخ عندي سؤال قال له تفضل قال له عندي صورة أخطئ في قراءتها فصوبني قال له تفضل قام قرأ الصورة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فليعبدوا شنو قال هذا البيت الشيخ قال له لا يا هذا لا فليعبدوا رب هذا البيت إذن لا يعبد البيت قال نعم لا يعبد البيت إنما يعبد رب البيت وسكت على كده الزول طوالي فيهما ما يستحلف بالبيت ما تقول وشنو ها والكعبة إنما تقول ورب الكعبة فده يا إخواننا من يعني حسن الأدب وحسن الأدب يدل على صدق النية ويدل على سلامة الصدر.